سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فاطمة زهراء مولات البنكة. اليوم غنهضروا على عرض السياش للناس اللي فوق 30 سنة. بقاو معايا. هدرت لكم في فيديوهات قدام على العرض ديال كود 30 كلوب سيداتي وافخ فونكسيونير اللي دايره السياج، اللي هو حساب بالمجان ما فيه من القطاعات الشهريه وفيه بطاقه دوليه بالمجان. الجديد هو ان الناس اللي عندهم فوق 30 سنه وخصوصا الرجال يقدروا يفتحوا حساب بالمجان، ولكن بشرط انه يفتحوا في التطبيق ولا في الموقع ديال السياج ماشي في الوكاله البنكيه. في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تفتحوا من الانترنت، سواء كنتو فوق 30 ولا حتى الناس ديالكو 30 ولا سيداتي تقدروا تبعوا هذه الطريقه باش ما تحتاجوش تمشيو للوكاله باش تسنيو. اول حاجه غنديروها هي غنانستاليو لابليكاسيون ديال سي اش موبيل من بلاي ستور ولا الاب ستور على حسب نوع الهاتف اللي عندكم. نفتحو غنديرو جوج دوفيان كليون، وهنا كنكليكيو على اوفغيغ ان كونت. اول حاجه كنبداو بها هي الاسم والنسب ديالنا، نحاولو نكتبوه كيما مكتوب في البطاقه الوطنيه وما نغلطوش. كنكليكيو على سويفون. هنايا كندخل رقم الهاتف ديالي. الا لاحظتوا انا خليتو لانديكاتور ديال المغرب، الا كنتو في دوله اخرى تقدروا تبدلوه، ولكن حاولوا انكم تكونوا غادي تدخلوا المغرب، ما تفوتوش 3 شهور حيتاش البطاقه البنكيه كترجع الى فتي 3 شهور. هنا غنختار لوبيراتور اللي عندي، الا كنتي في دوله اخرى غادي دير انترناسيونال، انا في المغرب غنكليكي على لوبيراتور اللي عندي وندير سويفون. هنا غندخل ليميل ديالي، هنا كيطلع ليا @gmail.com باغ ديفو، كليكي على وي ونتبعو سويفون. هنا غنختار المود باس اللي غندير. المود باس خصو يكون فيه 6 ديال الكاركتر، نحاول نخلط بين الارقام والحروف ونديرو دو فوا الفوق والتحت ونكليكي على جيلي اي اكسبتي لي كونديسيون جينيرال دوتيليزاسيون فيغورون دو لا نوتيس ليغال. كليكي على سويفون. كيطلع لنا انهم صيفطوا لنا واحد ليميل باش نفيريفيو واش ليميل ديالنا اكزاكت ولا لا. فيه واحد الكود كيتكون من 6 ديال الارقام. انا غنمشي ليميل ديالي نشوف هاد لو كود هذا. هاني توصلت بالايميل، راه كيجي سور بلاس. ندخل هذاك الكود اللي جاني، كليكي على فاليدي. هنا كيجينا واحد الكود اخر باغ اس ام اس، حتى هو كي ثانيه فضروري تمشيو للوكاله باش تسنيو لي كونطرا. انا غنختار الاولى جو برون ماسيان او فوتو. هنا كديروا واش البطاقه الوطنيه ديالكم قديمه ولا جديده. انا عندي القديمه، نكليك على الاولى وندير سويفون. هنا اللي لاحظتوا كتبدل الغوطاسيون، لانكم خصكم تقلبوا التليفون ديالكم باش تقدروا تصوروا البطاقه الوطنيه. نكليكيو على اوتوريزي ونبداو نصوروا البطاقه الوطنيه من ريكتو ديالها، يعني الصفحه الاولى. كيعطينا ميساج انها مزيانه. نديروا دابا الفيرسو، يعني الظهر ديال البطاقه. صافي هكا نكونوا سكانينا البطاقه الوطنيه. الى لاحظتوا هنايا كيطلعوا لنا المعلومات اوتوماتيكمون بلا ما نحتاجوا ندخلوهم، ولكن ما فيها باس نعاودو نفيريفيو ولا يكونوا غلطين شي حاجه، سميه، الكنيه، التاريخ، او لا غلطوا في ميسيو مادام. حاجه مهمه نتاكدوا من رقم البطاقه الوطنيه ديالنا وفوقاش غادي تسالي، لان الا كانت اكسبيري يعني تسالات ما غاديش تفتح لكم الحساب ديالكم. حاجه اخرى بالنسبه للادريس، الناس اللي عندهم لادريس اللي كاينه في لاسيان ماشي هي اللي ساكنين فيها يقدروا ياجوتيو واحد لادريس اخرى، ولكن ضروري ما خصهم جوستيف، يا اما ورقه ديال الضو ولا ديال الماء ولا الفاكتوره ديال الفيكس بسميه ديالهم ولا ديال الاب ديالهم مثلا او لا الام. مي كنتاكدوا ان المعلومات ديالنا هي هذيك، كنكليكيو عليها
هذاك المربع اللي كاين جو كونفيرم كو لي دوني سيزي سون اكزاكت وكنكليكيو على سويفون. دابا وصلنا للمرحله ديال السيلفي كليكيو على سويفون كناخذوا السيلفي كيقارنوا بين السيلفي والصوره اللي عندكم في البطاقه الوطنيه كيعطيكم هذا الميساج افكتيو افيك سوكسي صافي يعني راه مزيان كليكيو على سويفون. كنبداو نعمروا المعلومات ديالنا اللي عندهم علاقه بالحاله العائليه ديالنا واش مزوجين ولا ما مزوجينش. كنختاروا كذلك الجنسيه حنا غنديروا ماروكان ولكن الناس الاجانب يقدروا كذلك يستافدوا من هذا العرض الدوله اللي عايشين فيها. ونجاوبوا على السؤال فين عرفتي السياش واش شي بيبليسيتي ولا في الانترنت ولا شي واحد ريكومونداها لك تختاروا اللي بغيتو. هاد السؤال كيعني واش عندكم الجنسيه او لا مقيمين في امريكا. غادي نديرو نو وغنديرو سويفون سيتياسيون بروفيسيونيل. هنايا كنعمروا المعلومات اللي عندهم علاقه بالعمل ديالنا الا كنا خدامين كاينين بزاف ولا الا ما كناش خدامين نقدروا نديروا ايتوديون لا سون امبلوا. مثلا انا ندير طرافاي انديبوندون يعني خدام حر طرافاي انديبوندون كاتيجوري نديرو كوميرسون يعني تاجر. نكملوا المعلومات كوميرسون دو ديتاي سيكتور داكتيفيتي نديرو مثلا كوميرس. وهنا كاينين القطاعات كاملين يعني تختاروا نتوما اش من القطاع اللي كتخدموا فيه. السؤال الثاني ردوا معاه البال كيعني واش نتوما موظفين في القطاع الخاص كانت وي غادي تجيبوا جوستيف ما كانت نو نديروا نو ونكملوا. واش كتشدوا واحد لو سالير مونسيل يعني مثلا سالاري كيدوز لكم السالير كانت لا نديروا مثلا اوتر ونديروا تقريبا شحال كنشدوا. الا كنا في القطاع الغير مهيكل نديروا تقريبا شحال كنشدوا في الصالير ولا اقل حاجه تشدوها. انا كيسولكم علاش بغيتوا تفتحوا حساب في سياش مثلا بغيتوا الدوميسيليو في الصالير ديالكم ولا عجبكم العرض ديالهم. انا ندير عجبني العرض. الا كان عندكم حساب في بنك اخرى كديروا وي كتكتبوا السميه ديال البنكه الا ما كانش عندكم كديروا نو. هنا كيطلع لينا العرض ديال فوق 30 سنه للرجال وهذا افوغو. الا كنتو قل من 30 عام غادي يعطي لكم كود 30 والا كنتو سيدات غادي تجي لكم اوفر سيداتي. عرض اوفر جو فيه بطاقه بالمجان. انا نخليكم الرابط لتحت ديال الفيديو باش تعرفوا اكثر على كارت جو. كيعطيوكم ايضا الاختيار الا بغيتو فيزا جولد ولكن هذه ماشي فابور كتخلصوا عليها 440 درهم في العام. الا لاحظتوا هنا ما كيعطيونيش اوفر فونكسيونير حيتاش ما درتش فونكسيونير في لي شوا الاولين. انا نختار هاد البطاقه ديال جو المجانيه وندير سويفون. كنضغطوا على اوتوريزي باش نختاروا المدينه اللي بغينا الحساب ديالنا يكون فيها. اما كنختاروا المدينه حنا ولا كنديروا لوكاليزاسيون باش كيحدوا لنا لاجونس اللي قريبه لينا. مثلا انا اختاريت مدينه اكادير خصني نكون متاكده من السميه ديال الوكاله باش ما نغلطش فيها. غنختار النهار اللي بغيتي يعيطوا ليا فيه وكذلك التوقيت اللي غيناسبني. انا مثلا غنختار الاربعاء ونختار حتى الوقت فوقاش غيعيطوا لي. هما خدامين من 8 ديال الصباح حتى 8 ديال الليل. اختاريت من 10 حتى 12 كنكليكي على سويمو كيطلبوا مني سينياتور. هذه هي الحاجه الجديده مقارنه بشحال هذه ما كانوش كيطلبوا السنيه. دابا ضروري ما ديروا لا سينياتور ديجيتال باش كيتفتح الحساب. كليكيو على سويفون كنختاروا الامضاء ولا السنيه اللي بغيناها في الحساب ديالنا. كنكونوا وصلنا لاخر مرحله كيطلعوا لنا المعلومات ديالنا كاملين اللي عمرنا. حاولوا نفيريفيو كل شيء السميه الكنيه النمره ديال البطاقه الوطنيه اللي هي مهمه بزاف باش ما نغلطوا في حتى حاجه. كطلع لنا هاد الصفحه كوشيو المربعات بثلاثه كليكيو على تيرميني وهكا كونو سالينا لوفيرتور. نهار الرونديفو كيعيط لكم واحد الكونسيي ابيل نورمال ومن بعد كيصيفطوا لكم واحد الرابط في الواتساب باش ديروا معهم ابيل. هاد لابيل الهدف منها انهم يتاكدوا من الهويه ديالكم وتقدروا تتبعوا الطلب ديالكم من لابليكاسيون ديال سياش. كتكليكيو على سويغ ما دوموند
كتبوا رقم الهاتف ديالكم والموط باس اللي اختاريتو نهار الاول. كتسناو رقم الحساب ديالكم اللي كيوصلكم باغ ايميل. هذا هو ليكزامبل ديال الرساله اللي كتوصلكم. فوا توصلوا برقم الحساب تقدروا تفعلوا التطبيق ديال السياش موبيل باش تجيكم النوتيفيكاسيون نهار اللي توجد لاكارت ديالكم. هكا الفيديو ديالنا يكون سهل. نتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم تبارطاجيو مع اصحابكم. السلام عليكم.